بضيفتي أستاذة فريدة الشباشي، أهلا بيكي. أهلا بيك. أنت واضح أدليته بصوتك في الانتخابات، أنت على طول لازم أول يوم، ما تستنيش. أول ساعات. بس أنا عايزة أقول كلمة أضيف للنداء اللي أنت الجميل اللي قلته دلوقتي. عايزة أقول إن أنا بما أني بكتب قصة قصيرة فدايما عندي إيه تشبيهات. فأنا بقول إن إحنا النهاردة أولا دي يعني حقبة لم تمر بها مصر طول تاريخها، يعني عمر مصر حتى أيام الاحتلال الأجنبي ما كانت مهددة بالتمزق والتفتت عمرها إلا على إيد الإخوان. ما كناش بنواجه تهديدات زي اللي بنعيشها الآن. لا أبدا، والتهديدات دي قمنا إحنا كلنا في 30 يونيو وقلنا لا أقف، إحنا عايزين بلدنا تفضل زي ما هي. فإحنا دلوقتي بعد ما كل اللي كانوا مراهنين على هؤلاء وعلى تفتيت مصر بواسطة عملاء من الداخل، لأن دايما الداخل مفيش مؤامرة تنجح إلا لو ليها منفذين في الداخل. فأنا بقول إن إحنا دلوقتي عاملين زي ما يكون إحنا ماشيين، وفي أنا مثلا ماشية لوحدي كده، ويمكن أكون عندي شوية شجاعة وجاي وحش كاسر عليا كلب سعران، أنا هخاف وهاهتز. لو أنتوا معايا أنا هبقى أكتر إيه شوية تماسكا، لكن لو معايا 1000 واحد الوحش ده هياخد ديله في سنانه ويجري. فأنا بقول هو مشاركتنا هي دي الضامن. يعني هي الضامن، هي اللي بتقول لأي وحش كاسر برة أو جوه إن إحنا أكتر من 40 مليون قلنا إن إحنا عايزين نرجع نستعيد بلدنا ونبنيها. يا راجل ده كفاية الفرحة اللي في وش الناس الكات متجهمة وكئيبة الناس استعادت البهجة من جديد، لأن مصر هي البهجة، مصر هي الفن، هي الإشعاع الثقافي، هي القوة الناعمة الجميلة، هي اللي بتزرع في الطفل من وهو صغير حب الجمال. شوف أنت عندك أكبر فنانين تشكيليين في الوطن العربي، وعندك أكبر مطربين في الوطن العربي، وأكبر فنانين وأكبر روائيين. يعني ده طبعا بحكم وضعنا احنا، وبحكم ان احنا تعدادنا أكبر، وبحكم موقعنا احنا. كل ده كان رايح في داهية، كل ده كان رايح في داهية. يعني لما يجي واحد يقولك الهرم ده كفر، ده صنم، تخيل انت بقى. شوف كمان التلاعب والخبث علشان يبرروا الجرائم اللي كانوا عايزين يرتكبوها في حق الثقافة المصرية والحضارة المصرية والتراث المصري والهوية المصرية والوسطية المصرية بكل أنواعها، يعني وسطيتها في إسلامها، في مسيحيتها، في مبادئها الأخلاقية. الحمد لله. احنا عايزين ننزل، يعني مش بس 40 مليون، يا ريت ننزل احنا 54. طيب.